شال صح. إذا مساء الخير عليكم المتابعين والمتابعات قناة شوف تي في من خلال هذا المباشر. اليوم احنا مع واحد القصة، قصة ديال واحد الأم يعني بعد 34 سنة، يعني فاش كان في العمر ديالها 16 سنة هذه الأم هذه كانت مشات للمستشفى، المستشفى الإقليمي الوحيد اللي كان في مدينة مراكش اللي كان فيه قسم الولادة اللي هو بنو طفيل، يعني وضعت واحد المولودة آنذاك يعني السنوات ديال 34 سنة يعني زمن من العمر، وضعت هذه البنيه هذه وهذيك السيده اللي كانت وقفات على يعني الولاده ديالها، يعني تتذكر التفاصيل كلها، هي هذه السيده اللي تتذكر التفاصيل كامله. فاذا به بعد 34 سنه تسمع صوت عبر الاثير احد الاذاعات، يعني الاذاعات الراديو، بانه واحد البنيه تتعاود التفاصيل، يعني التفاصيل كامله بالتدقيق، بالتدقيق تعاود التفاصيل كامله بالتدقيق، يعني ديال الولاده ديالها. وهذا الشيء اللي حرك الاحساس ديال هذه الام اليوم، حرك الاحساس ديال الام، لانه كان دائما تقول عن نفسها بانه هذه البنيه هذه من بنتها، بانها ما عمرها مات، بانها باقي على قيد الحياه، وكانت تتمني النفس، تمني النفس انها تصادفها او تتلاقى معها او تكون فرصه ديال اللقاء معها. اليوم حنا نتمنوا وحنا راجيين من خلال هذا المباشر اننا نساعدوا هذه الام، نساعدوا هذا القلب، القلب ديال هذه الام وهذه الكبده هذه، يعني الناس اللي متابعين معنا هذا المباشر بطبيعه الحال عندهم الاحساس، اللي عندهم وليدات، اللي عندهم عائلات، يحسوا بهذه الام هذه راه يعني صبرات 34 سنه، 34 سنه من الصبر باش انها تلتقي بفريده الكبد ديالها. وكانت الصدفه، الصدفه هو الصوت ديالها عبر الراديو، وان شاء الله من خلال هذا المباشر نتمنى اننا هذه تكون لم الشمل ما بين الام وما بين هذه البنت هذه ان شاء الله. لالا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. منك تعاودي لنا يعني ديك الساعه كنتي قلتي لي باقي عندك 16 سنه. المهم باقي صغيره ديك الساعه، عندي ديك الساعه جوج بنات، هذيك البكره ديالي وهذه البنت اللي قالوا لي مات، ديما اللي كنحس بان البنت كاينه دائما. المهم ديك الساعه ساكنين عند شي ناس في التارقه، كيقول لي عند الشرار من حامله بهاد البنت، بغيت نولد مشيت للسبيطار، جا بعدا جوج عيالات قابلوني جيراني ما ولدتش، صافي الصباح داوني للسبيطار، طلعت للسبيطار قابلوني ديك الطبيبه، ملي بغيت نولد كاينه فيها وحده سميتها امينه، ملي ولدت هاد البنت هزاتها ما عرفتش امينه نتي اللي هزاتها مرجيلتها ولا شي، المهم هزاتها مرجيلتها قالت لي عندك بنت، صافي البنت ما هبطاتش، بقاو تضرب لي على دار ما هبطاتش. هزاتها في الكماطه في واحد ليزار كبير، هزات حويجاتها ودات البنت تنقول لها فين هي البنت، قالت لي عند الدراري الصغار، إوا هي هاديك فين هي البنت، فين هي البنت، تا نهار بغيت نخرج، قالت لي راه جات ليك واحد المرا بغات تديك، ياس. شكرا الوالدة، دير الله تاوت الخير. إن شاء الله. كما سمعتي هي صوتها إن شاء الله في الراديو، إن شاء الله غادي توصلها الصدى ديال هاد اللايف هذا، أنت تتعاودي لنا. نعم إن شاء الله. وتتعاودي المغاربة. وربما تصادف هذا اللايف هذا وتسمع صوتك. وديك المره اللي قابلتني وحده فيهم سميتها امينه، ملي بغيت نخرج قالت لي مولاتي الطميناش لابسه طبيه بيضاء وسمره شويه رقيقه، قالت لي بغيتي تخرج ياتيك واحد المره، قلت لها واخا، صافي هزاتني في الكروسه دتني السانسور، فهاد سد السانسور عاد قالت لي راه بنتك ماتت، كرش كلها هي ولاد دابا تولدي اخرين، صافي نزلت لقيت انا كاين كيفاش الاحساس ديالك هذيك اللحظه. آه. انا خرجوا من السبيطار قال لك بنتك ميته، وانت عندك الاحساس بان البنيه ما كان ميته، واش عطوك شي ورقه ديال الوفاه؟ لا ما عطاوني حتى شي حاجه. تسلمتي البنيه فاش توفات؟ لا ما شتهاش، شتها مني بحرات زاد، صافي ملي نخرجت ما قالوش لي عيطي لباها راه البنت مات، جيت شوفيها هاكي شي ورقه سيني هنا ولا، ما كاين حتى شي حاجه، ما كاينه من داك الشيء، صافي داتني ديك المره من العيال اللي بعثت لها ورقه ديال الوفاه، ما قالوا لك هذيك البنيه هذيك الله يرحمها وسع عليها في هذا النهار باش تدفنيها، تدفنيها ما قالوا لك حتى شي حاجه. لا لا ما قالوا لك، يعني قالوا لك صافي، قالوا لك راه البنيه توفات. المهم هاد مولات الميناج اللي قالت لي راه ماتت في السانسور، ما قالت ليش، ما قالت ليش قدام الناس ولا حتى، قالت لي هي بيني وبينها، قالت لي بنتك ماتت، صافي عطاتني دوك الحويجات وداك ليزار كبير، صافي مشيت
داتني ديك المرأة من العائلة ديالي صافي من هذيك الساعة عمرنا باقي سولنا ما جراج ليه السبيطار حتى واحد ما جا المهم صافي خرجنا مشينا حنا العيالات معنا ما عرفاش هاي مشيت لداري صافي ما عمر سولنا ما عبر باقي حتى شي حاجة زعما ما سولت حد علاش ما سولتوش ايوا انا ما عرفاش هاي الراجل صافي قال راه ماتت صافي يعني انتم ما حاولتوش انا الراجل يتسنى الموجود تاع ديالكم بنادم راه عرفتي بنادم في البلديه ما كيسول علاش هاي قلنا حنا ماتت صافي تيقنا قلنا صافي راه ماتت ولكن الاحساس ديالي قال لي بنت كاينه ايوا صافي كيفاش الاحساس ديالك تيقول بانه بنتك باقي عايشه ديما قلبي من جهتها ما مرتاحش ديما تنفكر فيها داك الشك اش مشتاش هي شك حيت ما شتهاش الا ماتت خصني نشوفها وديك الساعه كونوا راوها ليا نشوفها الا ماتت راه بيت نرتاح هما هزوا البنت صافي قالوا لي راه ماتت صافي وخرجت مشيت حكى عليه صافي عمرني باقي سولت ولا شي ورقه ولا التاريخ ديالها ولا صافي من هذاك الهاد المهم ديما تنفكر فيها يعني ديك الساعه هي قال لي راه 30 سنه كلها تتفكر فيها هي ما عنديش التاريخ بالضبط واش 34 واش داخله في 35 ولا مازال الله اعلم درك ما عرفتش قال لي يا راجلي فينا هي البنت قلت لي راه قالوا لي ماتت صافي ما مشينا ما حتى حاجه ما سول ايوا قعدت شحال 34 سنه شي ربع سنين هذه باش سمعتها في الراديو ولا 3 سنين المهم سمعتها دازت في الراديو سمعتي غير بشويه عليك الشريفه راه هذا الشيء حنا تنتمناو وتنترجوا الخير في هذا المباشر ان شاء الله انت سمعتي صوتها والان دروك انت خارجه في مباشر معنا اي بارك الله فيك وخارجه في القناه ديال الشاب اللي هي قناه شوف تي في الله يجزيك بخير وحنا تنتمناو راه الفرحه ديالنا تكون اكبر من الفرحه ديالك ان شاء الله لربما هذيك البنيه تشوف هذا المباشر هذا ولا تشوفك في هذا الان وربما ان شاء الله المغاربه كلهم غادي يعاونوك لا حاسين بيك حاسين بالحرقه اللي في قلبك حاسين بانه انت محروقه وبغيتي ما كرهتيش انك تشوفيها في هذه اللحظه اي الله يجزيك بخير اي تفضلي صافي ديك الساعه ملي سمعتها دازت في الراديو في الاذاعه في الراديو ما عرفت انا الناس قالوا لي دازت في صوت ولكن ما عرفت سمعت تنقلب على والديا كانوا ساكنين في تارقه وما لقيتهمش صافي ديك الصدمه وسمعتها في سميتو ما في بالي ني تبصح واش هي كيفاش كان الاحساس ديالك وانت تسمعي هذوك التفاصيل اللي وقعوا لك انت في السبيطار تسمعهم بصوت واحد البنت في الصفر هذه سمعتهم وما سوبرت شاي ما حاولتي تتصلي ما حاولتي دير حتى شي ما عارفه شاي ما سوبرت شاي واخا ني زعما كبرت وكل شيء ولكن ما عارفاش بوحدي الراجل اللي بيعاوني ما قال لك راه تلقى ماتتني تتقلبي قلت لي انا دابا ما كاين اللي يساعدني مع هذا الله صافي شويه سمعت نقلب على والديا كانوا ساكنين في ترقه ما لقيتهمش سمعتني في الاذاعه شي مره قالت لي تتقلب على شي مره كنقلبوا على واحد المراه ولدت هذه البنت في السبيطار وقالوا لي ماتت وهاد البنت جات ليها واحد هاد المراه جات ليها واحد المراه داتها امينه راه ولدت هذا الشيء اللي سمعت وهي اللي ولدتك امينه اللي ولدتني عقلت بحال اليوم ايوا بغيت منكم الله يرحم الوالدين الا لقيتو شي معلومات ولا الا عرفتو شي حاجه ساعدوني بغيت نشوف بنتي الا حيه بغيت نشوفها الا ماتت بغيت نعرف الله يرحم بها الوالدين هذا قلت الله اكبر الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله انا سميتي لطيفه نعم يعني هو دوك الناس اللي داو هذيك البنيه واش ربما يمكن هما عارفين كل شيء ربما تعاود لهم كل شيء لانه باش يعاودوا التفاصيل هذه ماشي من السهل باش يذكروا السميه ديال السيده اللي ولدات باش يذكروا البلاصه باش يذكروا بانك كنتي ساكنه في ترقه يعني منين بيعرفوا هما هذه المعلومات امينه ماتت فعلا سولت قالوا لك ماتت في السبيطار ماتت 10 سنين هذه ماشي كذوب صحيحه بما هو ماتت الا البنت باقا في الحياه بغيت منهم يا بنتي ما بغيت حتى شي حاجه اخرى جزاكم بخير كنت بنسولك يعني قلتي لي كاع السنوات كلها ما يزيد على 34 سنه تقريبا انت تقولي 34 سنه وديما كل ليله كل نهار تتفكري هذه البنيه هذه وتقولي هذه البنت راه عايشه راه ما عمرها مات ديما في بالي ما سوبرت شاي ديما ما عمرني نسيتها ولكن الله يلاه ما سوبرت شاي ما كاين اللي بيساعد اللي قلتي لي راه البنت كاينه في الحياه قالوا لك لا لا كون ما ماتت ما غاديش يقولها لك انا القلب ديالي اللي حاس يرحم بها الوالدين يعني شنو الرساله ديك لهاد الناس اللي مربين هاد البنيه ولا ديك البنيه اللي كانت شافت هاد المباشر وفي راسها هادشي كلشي يعني تعاود ليها هادشي بعض العبارات تعاود ليها هادشي كلشي شنو تقولي لهم لهادوك الناس اللي مربين هاد البنيه ولا هاد البنيه اللي كانت باش تشوف هاد المباشر هذا
وهي تتقلب عليك. انا كنطلب منهم غير بنتي الا باقا في الحياه، ما بغيت منهم حتى شي حاجه، بغيت غير بنتي نشوفها. الله يرحم بها الوالدين، ما ساكنه في سيدي غيان. المهم الا با تعرف شي حاجه وكاينه باقي في الحياه، راه النمره با تطلع عندها. الله يرحم بها الوالدين، الله يرحم عليك. نسولك المهم، شحال مره ما نعستيش، شحال مره ما شتيش الراحه بسبب هذه البنيه ديما. منين ولات شويه عارفه سميتو تنشوف الناس اش طيطرا ليهم، ما كنعس من جيتها، ديما معتبه من جيتها. واخا البنات واخا راه كاينين البنات، ولكن الكبده ديالي هذيك راه ما تنساش، الكبده ما تنساوهاش الناس، الكبده ديالهم هذيك. الله يرحم بها الوالدين. ان شاء الله واخا ممتاز، صب الله ان شاء الله، وهذه يكون ان شاء الله هذا المباشر ان شاء الله فيه الخير. ان شاء الله وحنا تنترجوا الخير، وتنترجوا في جميع المغاربه الخير بطبيعه الحال. ان شاء الله انهم يعاونونا، لانه الفرحه تصوروا انه 34 سنه، 34 سنه وهاد السيده هذه تتقلب على بنتها، بنتها اللي سنوات وهي عندها الاحساس، احساس انه البنيه باقي في الحياه. تصوروا ان 34 سنه السيده ما تشوف لا نعاس، ما تشوف لا راحه، واخا عندها وليدات اخرين ديما عندها داك الاحساس، لانه جاو قالوا لها بان بنتها مات في السبيطار، شافتها في واحد ليزار بيض. واش فعلا بنتها هذيك ولا ما بنتهاش؟ والناس ديال الباديه تنعرفوا الناس الله يحسن العوان، يعني كما تنقولوا غشام، يعني دغيا يمكن انهم يزرب عليهم الانسان دغيا، دغيا انهم يتضحك عليهم، دغيا انه يتكذب عليهم، لانه كانوا ديك الساعه 34 سنه، يعني حنا تندويو على ربما الثمانينات ولا التسعينات على ما اظن. فاليوم تنترجاكم وتنتمنى انه نحسوا هذا الاحساس ديال هذه الام، راه ديما هذه السيده هذه قلبها محروق، يعني ديما قلبها ما مرتاحش، ديما تتفكر في هذيك اللحظه انه تصادف او ان تلاقى او ان تشوف هذيك البنت ديالها بعد 34 سنه. فتنتمنى من هذا المباشر هذا اننا نبارطاجيو، يعني هذه حسنه وصداقه في نفس الوقت، باش اننا نقربوا هذه البنت من الام ديالها، او نقربوا هذيك البنت من الام ديالها في هذه اللحظه ان شاء الله الى كتب الله وبغى الله من بعد 34 سنه. فالرقم راه متوفر في هذا العنوان بالنسبه لهذه البنيه او لعائله هذه البنيه اللي ربات هذه البنيه، راه الرقم متوفر في هذا العنوان. نديروا هذه الحسنه ونديروا هذا الاجر، والله لا يضيع اجر المحسنين. ما بقى لي نشكركم، شكرا لكم، ما تنساوش الله يخليكم ويطول في عمركم. حسوا بهذه السيده هذه، وحسوا بالكبده، وحسوا بهذه الميمه هذه، بارطاجيو وساعدوا، راه الله اللي تيجازي ماشي العبد اللي تيجازي. شكرا لكم، مباشر اخر ان شاء الله.